مكتوم المكتوم سيد علي بن سعيد بن سرود، تسليم الجوائز لكأس الإبكار مبارك محمد بن نصرة العامري، رجل مفاجآت يحقق هذا الإنجاز وهذا الفوز دائما كعادته في كل المناسبات. كذلك تكريم صاحب البندقية، بندقية الجعدان، والتي ذهبت إلى رمز سالم بن سعيد بن منانه الذي تمكن إذن من الفوز بتحقيق البندقية في هذا اليوم الخاص بسن المواهب. إذن لحظات التكريم، ولكن العودة مباشرة إلى موقع الأحداث ميدان المرموم لمتابعة السباقات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا في كل مكان، نحييكم أجمل تحية بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله تعالى ينطلق بهذه اللحظات سادس أشواطنا لهذا المساء، أو سابع أشواطنا تنطلق على بركة الله مع هذه الأعداد والمشاركة لجميع هذه الشعارات التي انطلقت قبل لحظات، متمنيا لجميع المشاركين التوفيق والنجاح والمزيد من التقدم بثاني أيام المهرجان. إذن على بركة الله تعالى وتوفيق انطلاقة موفقة لهذه المنافسة المشرفة التي تجمع هذه الشعارات والمشاركة الفعالة بانطلاقة هذا الشوط. انطلاقتنا مع المراكز الأولى، هناك هزر هزر مع المركز الأول، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هناك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، المركز الأول منوه للسيف بن مظفر بن محمد العامري مع مقدمة الشوط المنطلقة بالمركز الأول، مشرفة مع المركز الثاني للسيد عبد الرحمن بن صالح بن حمد بوشريدة يتواجد مع هذه الانطلاق. المركز الثالث تصل الهدة للسيد مبارك بن محمد بن نصرة العامري مع ثلاث المراكز. ننتقل مباشرة إلى هزر للسيد حمد بن هلال بالزفنة العفاري يتواجد مع انطلاقته أيضا هزر على المركز الرابع. المركز الخامس هناك اللي وصلتنا أيضا الشاهينية العامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي في خامس المراكز. ننتقل مباشرة إلى المركز السادس، السياد لجابر بن علي بن جرحب المري من يتواجد مع انطلاقة أسياد على المركز السادس. والمركز السابع اللي وصلت هناك الوارية لمحمد بن أحمد بن حسن العامري، والمركز الثامن يصلنا في هذه الانطلاقة الوثبة للسيد سيف بن جمعة بن خميس لغويس مع ثامن المراكز. والمركز التاسع اللي وصلت هناك ظني لمحمد بن راشد بن زيد بن محسن بن ديلة مع تاسع المراكز. والمركز العاشر الكرة لمسرب بن سالم العرطي الحميري. هذه نتيجتنا أيها الأخوة، العشر المراكز الأولى، ندائنا الأول للأخوة المتقدمين والمشاركين بهذه الانطلاقة وهذه المنافسة القوية. ولكن نعود مع مقدمة الشوط
نعود مع منوة اللي تتمنى ناموس هذا الشوط، انطلاقتها مع المقدمة لسيف بن مظفر بن محمد العامري، هي المنطلقة المتصدرة لهذه الأعداد، لهذه المشاركة القوية مع الأخوة المتنافسين. انطلاقة منوة على مقدمة الشوط لسيف بن مظفر بن محمد العامري، لكن اللي وصلت الهدة لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، تتواجد أيضا مع المركز الثاني، ولكن بوشريدة يغير على المركز الثاني مع مشرف لعبد الرحمن بن صالح، بوشريدة يتواجد أيضا بهذه الانطلاقة وبهذه المنافسة، يغير على المركز الثاني السياد من تتواجد على المركز الثالث في هذه اللحظات لجابر بن علي بن جرحب المري مع المركز الثالث والمركز الرابع، تصل بهذه الانطلاقة. هناك ظن لمحمد بن راشد بن زيد بن انديل مع المركز الرابع والمركز الخامس، الله الشاهنية لعامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي مع المركز الخامس. إذن الخمسة المراكز الأولى في موقع واحد وفي صدارة واحدة، تألقا لهذه الشعارات المتواجدة من أجل تحقيق الناموس بهذا الشوط. لكن بوشريدة يغير على مقدمة الشوط مع انطلاقة مشرفة شرد بوشريدة مع المركز الأول، ولكن بن محيروم مبراضي على هذه النتيجة، المنطلق مع انطلاقة الشاهنية على المركز الثاني لعامر بن عبد الله بن محيروم المحرمي. ولكن هناك ظن لمحمد بن راشد بن زيد بن انديل يشارك بهذه الانطلاقة وهذا الاندفاع، لكن بعود مع مقدمة الشوط مع هذه الانطلاقة الجميلة والمتميزة لهذا الشعار مشرفة مع المركز الأول للسيد عبد الرحمن بن صالح بوشريدة المري، يتواجد أيضا بهذه الانطلاقة. يا سلام أوصل الظن لعبد الله بن سالم بن صبح بن صروخ النعيمي مع المركز الثاني، ولكن بعود مع مقدمة الشوط، بعود مع صاحبة الشوط، الله يا سلام، انطلقت مشرفة مع المركز الأول، وبالفعل سلالة مشرف تتواجد بهذا الانطلاق لعبد الرحمن بن صالح بن حمد بوشريدة، يتواجد أيضا بهذه المنافسة القوية. ولكن الله الله الله، هناك من وصلت أيضا شعلة لعلي بن حميد الرز الشامسي، يتواجد أيضا مع المركز الثاني، ولكن نعود عن صاحبة الشوط من البداية وهي متنافسة على المركز الأول، وبالفعل تحقق هذا الإنجاز. تهانينا وألف مبروك لعبد الرحمن بن صالح بن حمد بوشريدة على فوز مشرفة في المركز الأول. جاء في المركز الثاني شعلة لعلي بن حميد الرزي الشامسي، المركز الثالث اللي وصلت أيضا ظن لعبد الله بن سالم بن صروخ النعيم، المركز الرابع وصلتنا أيضا هملولة محمد بن صالح بن حمد القمر، المركز الخامس اللي وصلتنا أظن لمحمد بن راشد بن زيد بن انديلة. إذن مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تهانينا وألف مبروك بهذه المنافسة القوية بهذا الشوط، تهانينا لعبد الرحمن بن صالح بوشريدة على فوز مشرفة في المركز الأول، تهانينا وألف مبروك ووصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس بهذا الشوط، لحظات وصولها إلى خط النهاية وتوقيتها الزمني، تهانينا وألف مبروك للسيد عبد الرحمن بن صالح بوشريدة على فوز مشرفة في المركز الأول، توقيت الزمني 6:03 ثمان أجزاء من الثانية، تهانينا وألف مبروك. جاء في المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي شعلة، قطعت المسافة ب6:04 أربع أجزاء من الثانية، تهانينا لعلي بن حميد الرزي الشامسي على فوز شعلة في المركز الثاني. وجاءنا في المركز الثالث ومن جاء في المركز الثالث مشاهدي الأعزاء ظن، قطعت المسافة ب6:07 ثمان أجزاء من الثانية، تهانينا وألف مبروك للسيد عبد الله بن صروخ النعيمي على هذا الإنجاز الرائع، تهانينا للجميع والناموس.
مشاهدينا الكرام مستمعينا.